السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم ام احمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكوارع الجملي، احلى كوارع بأمر الله، واحلى شوربة كوارع، الشوربة الاصلية اللي ترم العظم صح. دي رجل جملي. اما بنيجي نجيب الرجل الجملي، بنجيب الرجل اللي قدام، عشان الرجل اللي قدام ما شاء الله بتبقى كبيرة وبتبقى كلها خير يعني. سواء بنجيب رجل جمل نجيب اللي قدام، سواء رجل جاموسي او رجل بقري بنجيب اللي قدام برضو. الرجل دي حبايبي جبتها غسلتها وخليتها زي الفل، ونقعتها في خل وليمون وملح لمدة ساعتين. اللحمة بتاعت الكوارع بقت بيضة زي القشطة، صح حبايبي؟ وبعد كده غسلتها بمية من الحنفية عشان انزل الخل والليمون والملح اللي نقعتها فيها كذا مرة، غسلتها كذا مرة لحد ما شاء الله بقت بيضة زي القشطة. ودلوقتي يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودي يا حبايبي الحلة اللي هعمل فيها الكوارع، حاطة فيها المية ومولعة عليها البوتاجاز والمية سخنة وقربت تغلي اهي. ودول تلات بصلات متوسطين بشرهم بالمبشرة وعصرة منهم المية، هحطهم على المية اللي هنحط فيها الكوارع. ودي التوابل اللي هنحطها على الكوارع، شايفين كمية التوابل يا حبايبي؟ خمس ورقات لورا، معلقة زعتر مطحون، هنحطهم على المية اللي هنسلق فيها الكوارع. دلوقتي هنقلب التوابل مع البصل كده في المية. دلوقتي هحط الكوارع في المية. بسم الله. فوائد الزعتر ده يا حبايبي لا تحصى ولا تعد، وبيدي الشوربة طعم جميل جدا، وعلى فكرة مش غالي خالص، بجيب ابو 5 جنيه بيكفيني شهور. بجيب الزعتر وبطحنه في مفرمة الخلاط، وساعات بغلي الزعتر ده هو واشربه بيبقى جميل جدا. ودلوقتي يا حبايبي حطيت الكوارع في المية اهو، البصل طلع على وش المية كده، ما تقلقوش من البصل دوت، البصل دوت مش هيبقى له اي اثر على ما الكوارع تستوي، اصلا مش هيبقى في حاجة اسمها بصل، هيبقى طعم البصل مدي للشوربة طعم جميل جدا، ومش هيبقى للبصل ده اي اثر في الشوربة. ودلوقتي هغطي الكوارع كده، مش هقفل الحل على ما الكوارع تغلي، وبعد كده ارجع لكم. ودلوقتي الكوارع بتغلي اهي يا حبايبي، هنغطيها بالغطا وهنقفل الحلة كده، مش هنسيب الغطا مهوي، وكل ما تعوز مية نزود لها، كل ما تعوز مية نزود لها لحد ما تستوي تماما معانا. على فكرة يا حبايبي الكوارع الجملي بتاخد سوى جدا، بتقعد فترة كبيرة على البوتاجاز. ودلوقتي هسيب الكوارع تستوي، وقبل ما الكوارع تستوي بحوالي نص ساعة هنجهز حاجة الفتة يا حبايبي. ودلوقتي على بال الكوارع ما تستوي هنعمل الرز الأبيض بقى بتاع الفتة. دي الحلة اللي هعمل فيها الرز، هولع عليها، هنحط شوية زيت في الحلة، زيت نباتي أبيض، وأحط مكعبين زبدة، لو ما فيش زبدة عادي ممكن نعمله بزيت عادي جدا. دلوقتي الزبدة فكت مع زيتها، نحط عليها الرز. الرز ده يا حبايبي لسه غسلاه. دلوقتي هقلب الرز. ودلوقتي شوحت الرز لحد ما الرز لمع خالص اهو يا حبايبي، هنحط على الرز معلقة ملح، وهنحط على الرز مكعب ماجي، وهنحط على الرز المية السخنة، ونقلب الملح مع مكعب الماجي مع الرز كده. ودلوقتي هغطي الرز لما يتشرب كل المية اللي فيه ده يا حبايبي وارجع لكم. ودلوقتي الرز اتشرب المية اللي حطيناها اهو، هنوطي عليه، هندي الرز تقليبة. بعد ما قلبت الرز وطيت عليه النار وهغطيه يستوي على نار هادية. وبعد كده هنعمل مع بعض الصلصة اللي هنحطها على الفت. ودي الحلة اللي هنعمل فيها الصلصة بتاعت الفت، مولعة عليه، هحط شوية زيت، وبعد كده هحط قطعة زبدة، هسيب الزبدة تفك مع الزيت. ودلوقتي مكعب الزبدة فك مع الزيت اهو. دلوقتي هحط التوم، راس توم متوسطة مهروسة، هحطها مع الزبدة والزيت كده، هقلب التوم لحد ما ياخد اللون الذهبي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي التوم خد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه اهو، وبعد كده هنحط عليه الطماطم.
هنحط على نص كيلو طماطم مفروم في الخلاط، وفرمة معاه فلفل حار، لو مش عايزين فلفل حار استغنوا عنه. هنحط الطماطم كده على التوم. دلوقتي هقلب الطماطم مع التوم، وبعد كده هحط التوابل على الطماطم. معلقة كزبرة ناشفة، معلقة بصل بودر، معلقتين ملح، معلقة فلفل اسمر. كل المكونات دي بمعلقة صغيرة هنحطها على الطماطم، وهنقلب التوابل كده في الطماطم. هسيب الطماطم تتسبك نص تسبيكة وارجع لكم. ودلوقتي الصلصة اتسبكت نص تسبيكة اهي، هنحط بقى معلقة سكر عليها، معلقة سكر صغيرة، وهحط الخل، شوية خل كده حوالي نص كوباية. ودلوقتي هقلب الخل ومعلقة السكر في الصلصة، وهسيب الصلصة تاخد غلوتين مع الخل ومعلقة السكر، وبعد كده اطفي عليه وهرجع لكم ما الكوارع تستوي. ودلوقتي يا حبايبي الكوارع استوت اهي، هنحط لها الملح، 3 معالق ملح، والملح على حسب الكمية، ومعلقتين فلفل اسمر. الملح والفلفل الاسمر بمعلقة صغيرة هنحطهم كده على الكوارع. هنقلب الملح مع الفلفل كده في الكوارع، تعرفوا الكوارع استوت ازاي يا حبايبي؟ لما الكوارع تسيب العظم، شو اللحمة بتاعت الكوارع سبت العظم خالص، ما نستعجلش عليها يا حبايبي لانها بتاخد سوى. ولو بقى مش عايزين تعملوا الشغلانة دي بالنهار، ممكن تحطها بالليل وانتوا قاعدين كده، كل شوية تبصوا على الكوارع شوفها عايزة مية، لو عايزة مية تزودوها. لو عايزين ما تعملوش الشغلانة دي بالنهار ممكن تسووها من بالليل عادي جدا. والكوارع بتستوي يا حبايبي لو في لو على الحلة حاجات غامقة من هنا كده بنشيلها بالكبشة كده وبنرميها. كل ما تغلي لو في حاجات هنا كده على حرف الحلة من فوق من هنا كده بنروح عاملينها كده بالكبشة وبنشيلها كده وبنشيلها نرميها، علشان الشوربة تبقى معانا كده رايقة ولذيذة جدا. هسيبها تاخد غلوتين مع الملح والفلفل الأسمر وارجع لكم. دلوقتي الكوارع خدت غلوتين مع الفلفل الأسمر والملح، دلوقتي هنطفي عليها ونعمل الفتة بقى. ودي العيش يا حبايبي اللي هنعمل بيه الفتة، عيش محمر، عيش فلاحي دوت. قلت بما اني بقى عندي عيش فلاحي ومحمر جاهز اعمل بيه الفتة. المعتاد ان انا بحمر عيش طابونة من عندي، بشتري عيش محمر جاهز من بره، بس قلت بقى دام عندي عيش فلاحي ومحمر جاهز اعمل بيه الفتة. متحمر وقطعته قطع صغيرة كده يا حبايبي، هبقى اعمل العيش معاكم الفلاحي ده مرة يا حبايبي. هنحط بقى الشوربة على العيش كده، بسم الله نوزع الشوربة على العيش كله. الشوربة ما شاء الله عليها يا حبايبي جميلة جدا جدا جدا. وطبعا الكوارع دي مفيدة جدا للناس اللي عندهم خشونة في الركب او خشونة في العمود الفقري. هنغطيها كده لحد ما العيش اللي حطينا عليه الشوربة يطرى وارجع لكم. ودلوقتي يا حبيبي هشيل الغطا من على العيش، شرب كل الشوربة اللي حطيناها اهوت. هنحط على الفتة الرز بقى الابيض الجميل بتاعنا. ودلوقتي يا حبيبي حطيت الرز على الفتة وهنحط عليها الصلصة. انتوا يا حبايبي على حسب ما بتحبوا الصلصة، كتير قليلة براحتكم. ودلوقتي يا حبايبي حطيت الصلصة على الفتة، ودي اخر مرحلة خلاص كده الفتة خلصت. هنحط بقى الكوارع الجبارة. جميلة جدا 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 جدا، والبصل ما بقالوش اثر، بقى صوص بصل. ودي يا حبايبي الكوارع الجملي بعد ما عملناها خطوة بخطوة مع بعض اهي. بص الشوربة رايقة وجميلة جدا جدا جدا. ازاي اعملوا الكوارع الجملي بطريقة ام احمد وبامر الله فوق الوصف، روعة. شوية شوربة
فعلا يرموا العظم من الاخر. ولو عجبكم الفيديو حبايبي لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله، الف هنا وشفا، شير في الخير يا حبايب، نلتقي في فيديو جديد.